Geox. Amphibiox. Volkswagen. أعزائي متابعي طقس العرب في كل مكان، تحية طيبة لكم. نستعرض معكم آخر مسجدات الحالة الجوية خلال الأيام القادمة. نبدأ معكم من هذه الخريطة التوضيحية والتي تبين بناء لمرتفع جوي ضخم في مناطق واسعة من القارة الأوروبية. هذا البناء يمتد من مناطق شمال القارة الأفريقية وصولا إلى غرب القارة الأوروبية ووسطها، كذلك الحال المناطق الشمالية منها. وعلى إثر هذا المرتفع الجوي تندفع كتلة هوائية باردة بل شديدة البرودة من مناطق غرب روسيا مباشرة إلى أقصى شرق القارة الأوروبية ولاحقا إلى منطقة تركيا، وبالتالي وصولها إلى مشارف الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. طبعا هذا الاندفاع سيكون على مراحل بدءا من يوم الأحد وصولا حتى نهاية هذا الأسبوع. نلاحظ معكم كذلك الحال من الخريطة التوضيحية التالية بأن الكتلة الهوائية الباردة سوف تقبع خلال طوال هذه الفترة فوق منطقة تركيا، كذلك الحال تترافق مع امتداد لمنخفض جوي ينجم عنه تدفق لتيارات هوائية رطبة في طبقات الجو كافة. هذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض واضح وتدريجي على درجات الحارة لتصبح حول معدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام مع بداية الأسبوع، لتتدنى عنه بشكل واضح مع وسط ونهاية الأسبوع القادم. طبعا الفعالية الجوية المرافقة لهذه الحالة ستتوزع على مدار هذا الأسبوع وتتركز يومي الثلاثاء والأربعاء بمشيئة الله بنظرة أولية. النقطة الأولى لهذا الأسبوع هي انخفاض درجات حرارة يوم الأحد لتصبح حول معدلاتها العامة، هناك تكاثر للسحب المنخفضة خصوصا وفرصة للزخات من الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة. أما يومي لاحقا خلال وسط هذا الأسبوع هنالك المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، هنالك طقس بارد وغائم ومع هطول زخات من الأمطار في مناطق عديدة من المملكة. هذه الزخات تكون مرفقة أحيانا بزخات من البرد لا سيما فوق المناطق الجبلية، وترتفع صراحة مع وسط هذا الأسبوع فرص لأن تكون هذه الأمطار على شكل زخات من الثلوج وذلك فوق المرتفعات الجبلية العالية لا سيما الشمالية والجنوبية منها. هنالك فرصة لتراكم خفيف ومحدود في هذه المناطق لا سيما يوم الأربعاء القادم. سنقوم بتزويدكم بتفاصيل أوفى حول هذه الحالة مع مرور أيام الأسبوع. أما شدة الأمطار ستكون بمشيئة الله حول المتوسطة في عموم المناطق لا سيما فوق شمال ووسط المملكة وذلك خاصة يوم الثلاثاء والأربعاء. وكملخص عام ستبدأ هذه الفرصة بالتواجد والأمطار، هذه الأمطار بالهطول على شكل زخات بدءا من الأحد وصولا حتى نهاية الأسبوع، انخفاض تدريجي ومتسارع في درجات الحارة وعودة للأجواء الباردة نهارا وبشكل لافت ليلا. المزيد من التحديثات سنوفيكم بها خلال الأيام القادمة. كل هذا حتى اللحظة، دمتم برعاية الله.